السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ هنكمل محاضرات الريبير في الريبورت ده. احنا اتكلمنا عن جروس فاكتورز وقلنا الكونتريبيوشن وقلنا سورس المرة اللي فاتت، وقفنا عند الاكزامبلز بتاعت الجروس فاكتورز وقلنا نحفظ الاختصارات ولا نحفظ الاسم كامل، براحتك. عايز تحفظ الاختصار اوكي، عايز تحفظ الاسم كامل اوكي، بس خلي بالك ان الاختصارات ما ينفعش نبدل الحرف من كام حرف، زي مثلا ايبيديرمال جروس فاكتورز اي جي اف، ما نقولش جي اي اف، ماشي؟ مثال تاني للكروس فاكتورز، هيباتوسايت كروس فاكتورز، وهيباتوسايت معناه ان هم اكتشفوها في الليفر اول مره، فايبروبلاست كروس فاكتورز، ترانسفورم كروس فاكتورز الفا وبيتا، وفاسكر انتوثيريال كروس فاكتورز، دي اكيد مسؤوله عن تكوين البلاد فيزلز، وبليتلت دريفتد كروس فاكتورز، البي دي جي اف، البي دي جي اف، واللي هو انواع السيتوكاينز اللي مسؤوله في الريبير، برضه تيومر نكروتيك فاكتورز، انترليكون 1 وانترفيرونز. لازم نبقى عارفين الاسامي دي، لازم نبقى عارفينها كويس وعارفينها ان هي دي مواد بروتينز بتساعد في التكوين، في تكوين الانسجه بعد ايه لما يحصل دامج، وتنتهي عمليه الانفلاميشن ان هي تشيل الدامج سيلز وتبدا عمليه الريبير. طيب احنا قلنا عندي نوعين من الريبير، ريجنريشن وفايبروزيس. طب ايه النسيج اللي ريبير ريجنريشن؟ قلنا على حسب نوع النسيج وعلى حسب ايه التايب اوف انجن. طيب الهيلينج باي ريجنريشن ايه تعريفه؟ بروليفريشن اوف سيلز تو ريبليس دامج كومبوننت باي سيم، سيم هنا مهمه، تايب اوف سيلز اند ريتيرن تو نورمال ستيت. النورمال ستيت اللي هو النورمال فانكشن، بشوفها في كل اللي فايل تيشو اول تايم. الفايل تيشو مينلي بتكون مايلد او مودريت انجري، لو كان سيفير يبقى تكون ايه فايبروز. ليميتد فورم اوف ان ستيبل تيشو اكوردنج تو سيفيرتي اوف انجري، ماشي. في المايلد والمودريت غالبا بيكون اللي هو ريبير ريجنريشن، السيفير بيكون ايه فايبروز، ماشي. السيفير والمودريت، سوري، السيفير والمودريت بيكون فايبروز. واحنا قلنا امتى الستيبل سيلز بتخش السيل سايكل؟ لما يبقى عندي شرط يبقى فيه انجري. مثال للريبير ريجنريشن، هيلينج اوف الديرمز في السكراتش، وانتوا خدتوه في العملي، الهيلينج اوف ميوكاس ممبرين، اللي هو ايه هو الميوكاس ممبرين؟ اي ممبرين، يعني اي اورجن ليها له اورجن لايند بميوكاس ممبرين، زي الاورال كافيتي اللي هو احنا كده كده الاسنان بتشتغل فيه، الاورال كافيتي بتبطن من جوه بايه؟ بميوكاس ممبرين. اي انجري فيه بقى هيلينج ريجنريشن. هيلينج اوف ليفر سيلز امتى؟ مع ايه؟ مع الايه؟ السرفايفل اوف سبورتنج ستروما، يعني السبورت اوف ستروما دي انا محافظ عليه، الكراسي محافظ عليه، كرسي الخليه محافظ عليه، يبقى الريبير هيكون ريجنريشن. ضربت الخليه بالكرسي اللي قاعده عليه يبقى الريبير باي فايبروز، صح. هيلينج اوف بون فراكشر، الكسور بتاعت العظام كلها بيبقى بترجع عظم، ما بترجعش فايبرس تيشو. الهيلينج اوف بريفرال نيرف بيبقى ريجنريشن. طيب لازم بقى عارفين يا جماعه ان الهيلينج اوف سي النيرفس سيستم على حسب نوع الايه النيرف، لو كان بريفرال نيرف ريجنريشن، لو كان النيرف في سي ان اس يبقى سي ان اس انجري، بتبقى في خليه شبه الفايبر بلاست مايكروجلايال سيلز بتشيل الدامج تيشو وتعمل ريبير بجلايوز، وتعمل باي ريبير باي جلايوز، ماشي، ريبير باي جلايوز. يبقى انا عندي ريبير باي ريجنريشن وريبير باي جلايوز. الجلايوز ده امتى؟ في السي ان اس، في المين نيرف، وانس ان حصل انجري ليه يا دكتوره؟ عشان ده بيرمننت سيلز، عشان ده بيرمننت سيلز، لان البيرفر نيرف ستيبل سيلز. طب هيلينج باي فايبروز، الهيلينج باي فايبروز ده ريبليسمنت اوف دامج كومبوننت باي سكار فورميشن نتيجه ديبوزيشن اوف اي فايبرس تيشو، يعني انا بشيل الدامج تيشو بالانفلاميشن وحط مكانه كونكتيف تيشو، زي ما قلنا الحيطه دي لو كسرنا جزء منها، لو رجعناها طوب واسمنت يبقى ده ريجنريشن، لو رجعنا وحطينا خشب مكانها يبقى ده فايبروز، ماشي. بيحصل اكيد في البيرمننت سيلز، ده مش البيرمننت سيلز، سيفير ديستراكشن اوف فريم وورك. الفريم وورك احنا قلنا الايه اللي هو سبورت في ستروما، زي في الليفر سيروز، تلاقي في الكبد مع الهيباتيتس بي وسي ومع الليفر ابسس، وذ اكستنسيف سيل انجري لما يكون الانجري سيفير. مع الكرونيك انفلاميشن ليه؟ لان انا الريجنريشن حاجه سريعه، لكن الفايبروز بياخد وقت. وتاني حاجه مين اللي مطول الانفلاميشن؟ فده من الانفلاميشن مطول، يبقى انا مش في دماغي ان انا اتخلص من الميكروب اكتر من ان انا اصلح كويس، فبصلح بفايبروز. يعني مع الكرونيك انفلاميشن الهيلينج غالبا بيكون فايبروز. طيب الوند هيلينج، هل طب مع الاكيوت بيبقى ريجنريشن؟ على حسب بقى، على حسب ايه؟ على حسب والله الانجري، لو الانجري سيفير يبقى فايبروز، لو مايلد يبقى ايه ريجنريشن، ماشي. لكن مين الكرونيك انفلاميشن الهيلينج بيكون فايبروز. وند هيلينج اللي هي الجرح القطعي في الجلد،
بيبقى هيلينج باي فايبروس. طب الجرح القرعي في الجلد عندي منه نوعين، برايمري وسكندري، عندي برايمري يونيون وسكندري يونيون، هل ده مختلف؟ يعني واحد ريجنريشن واحد فايبروس، ده الاثنين فايبروس بس في واحد شكله كويس بسميه برايمري، الجرح السكار بتبقى شكلها كويس بسميه برايمري، في واحد شكله ايه اجلي بسميه سكندري، وهنتكلم عليه بعد شويه. طيب ايه الستبس باي هيلينج باي سكار تشو فورميشن؟ ازاي بيحدث؟ انا عندي ووند، الووند ده بيبقى ايه، بقفله بفايبرس تيشو مثلا او سكار. ايه الستبس، ايه الخطوات؟ هما سبعه ولازم ابقى عارفهم في الترتيب ولازم ابقى فاهمهم كويس قوي. اول حاجه اشيل الدمج تيشو بانفلاماتوري ريسبونس، اشيلها بايه؟ بخلايا اكله اللي هي فاجوسيتيك سيلز ونيتروفيلز وماكروفيج، ماشي. هتعمل ريموفنج للتيد والدمج تيشو. بعد كده عايزه او الخلايا اللي احنا قلنا قاعده كده في الجسم ان انا بودي الامتدادات الاول وبعد كده هو ايه ببني ايه بجيب الخلايا. ازاي؟ فاكرين في الانفلاميشن انا وديت النيوتريشن الاول وبعد كده جبت الخلايا المناعيه عشان تعمل ايه ريموفنج للدمج تيشو. وديت الامتدادات الاول والنيوتريشن والاكسجين والكلام ده عن طريق الفلويد الاول، عشان كده الفاسكولار ايفنت قبل السيرر ايفنت، ماشي. طيب يبقى هنا انا بعمل الاوعيه الدمويه الاول عشان اخلي الخلايا اللي هتيجي وهتنقسم تعيش، بعمل فورميشن اوف نيو بلود فيزل، نيو يعني جديده ما كانتش موجوده قبل كده، بسميها انجيو يعني بلود فيزلز، جينيسيس يعني تخليق، يبقى انجيو جينيسيس، العمليه دي بسميها انجيو جينيسيس. طيب انا بكون ايه؟ بكون خلايا جديده نفس نوع الخليه؟ لا، بكون فايبروبلاست، يبقى بكون فايبرس تيشو. الفايبرس تيشو ده جاي عن طريق مين؟ خليه اللي بتصنعها فايبروبلاست. طب الفايبروبلاست دي موجوده ولا في مكان بعيد؟ في مكان بعيد، فبخليها ايه؟ طب وفي احيانا بتبقى موجوده في نفس المكان، اللي موجوده في نفس المكان اخليها تنقسم، واللي في مكان بعيد اخليها تهاجم، فيبقى مايجريشن وبروليفريشن اوف فايبروبلاست. العمليه دي بسميها ايه؟ فايبروجينيس، ماشي. رابع ستيب بقى بيقول لك ان الانفلاماتوري سيلز دي اللي شالت والاوعيه الدمويه اللي اتكونت والفايبروبلاست اللي جت وبدات تصنع الفايبرس تيشو دولت على بعضهم بيكون لي نسيج مهم جدا اسمه جرانيليشن تيشو. الجرانيليشن تيشو ده عباره عن ايه؟ عباره عن الثلاثه اللي فوق اللي هو عمليه الانفلاماتوري بروسيس والانجيوجينيس والفايبروجينيس، دولت هيكونوا لي نسيج اسمه جرانيليشن تيشو. ايه هو الجرانيليشن تيشو بالعربي؟ ده البيبي الصغير بتاع الايه؟ السكار. يعني ده البيبي ده اللي هو السكار بس لسه ما حصلوش ماتيوريشن. وانس ان حصل له ماتيوريشن يبقى نقلنا للمرحله اللي بعدها الستيب رقم 5، ماتيوريشن للسكار تو بيرمننت سكار. طبعا ماتيوريشن معناه ان السكار تبقى قويه وتبقى مور تنس مور سترونج ذان ايه؟ ذان جرانيشن تشو. جرانيشن تشو بيبقى اضعف ومليان فلويد ومليان بلوت، فانا عايزه التشو ده الخشبه دي تبقى قويه يبقى بحولها البيرمننت ايه؟ بيرمننت سكور. طيب البيرمننت سكور دي في حته زياده فيها فبعمل لها ايه؟ ريمودلنج. ريمودلنج يعني بشيل سيادات تيشو ريمودلنج. اخر حاجه بقوي الجرح ووند كونتراكشن اند ساين، بحاول اصغر حجمه عشان اصغر حجمه وفي نفس الوقت اقويه بايه؟ بخاصيه هنتكلم عليها ان احول الفايبر بلاس لمايو فايبر بلاس، ماشي. يبقى الستبس دي سبعه مهمين مهمين احفظهم بالترتيب بالترتيب زي الانفلاماتوري بروسيس بالظبط زي الباثوجينيس بتاع الانفلاميشن. طيب تعالوا نمسك، احنا طب عدينا مرحله الانفلاماتوري ريسبونس اللي هي دكتوره ما احنا خدناها شابتر كامل، هنبدا في الستيب رقم 2 على طول. ايه هو الانجيوجينيسيس؟ ذا فورميشن اوف نيو، كلمه نيو هنا مهمه، بلاد فيزلز باي اكشن فورس فاكتورز. ايه اللي يخلي الاوعيه الدمويه تنقسم وتتكون دي اوعيه دمويه جديده؟ البروس فاكتورز. طيب مايجريشن وبروليفريشن ستيب رقم 3 اوف فايبروبلاست، دي عمليه اسمها فايبروجينيسيس. مين اللي بيدي الاوردر عشان الفايبروبلاست تيجي وتهاجر وتنقسم؟ الجروس فاكتورز، الفايبروبلاست مايجريت بروليفريت. وظيفه الفايبروبلاست ان هي ترسب ماده اسمها كولاجين، هي الكولاجين دي اللي هي عشان نكون فايبروس تيشو. طب الكولاجين اللي هترسبه الفايبروبلاست في انواع كثيره من 1 لغايه 9. في الووند هيلينج بيبقى غالبا بيكون ايه بالظبط؟ الهيلينج هنا بيكون ايه؟ باي فايبرس تيشو. بيبقى ببدا بترسيب كولاجين تايب 3 وبعد كده تايب 1. يبقى بالبديهي كده مين الاقوى؟ ايوه تايب 1 مش تايب 3، تايب 1. يبقى ببدا بتايب 3 وبعد كده هو برسب تايب 1. طيب اللي هو الانجيوجينيس وفايبروجينيسيس والانفلاماتوري بروسيس بيكونوا نتيجه اسمه جرانيشن تيشو فورميشن، اللي هو احنا قلنا ايه؟ البيبي بتاع الايه؟ السكار. ده هايلي فاسكولايز كونكتيف تيشو، بيبقى شكله عامل ازاي؟ زي الشكل اللي احنا شفناه، لو احنا تعورنا وكون طبقه قشره وشلناها بسرعه بنشوف الشكل ده، ماشي.
بيبقى هايلي فاسكولارايزد كونكتيف تيشو، مليان بلاد، فبيديني اللون البينك، بينك جرانولار سوفت فليشي، فليشي يعني لو لعبت فيها تبص تلاقي ايه وقع ماشي، لانه مش ثابت في مكانه، وهتبص تلاقيه يبدا ياخد وقت تاني عشان يكون تاني ويبدا عمليه الريبير من الصفر ماشي. بيتكون من ايه؟ من اوعيه دمويه جديده اللي اتكونت، نيو فورم الكابيلاريز، من الفايبر بلس اللي جت بروفريتنج فايبر بلس، من الانفلاماتوري سيلز اللي بدات تشيل في الدمج تيشو ماشي، والفلويد اللي حواليها بسميها ايديماتوس ستروم ماشي، ده برضو نتيجه للانفلاميشن. طيب شكل الجرانيشن دي تحت الميكروسكوب زي ما احنا شايفين، كل النقط البطش الحمراء دي عباره عن اوعيه دمويه، كل الخطوط اللي هي سبيندلز دي بتبقى عباره عن ايه؟ عباره عن فايبروبلاست، والنقط الزرقاء دي عباره عن ايه؟ النقط الزرقاء دي عباره عن الانفلاماتوري سيلز ماشي. طيب مش هنسيبه كده، هنحول نعمل له ايه؟ ماتوريشن. ماتوريشن يعني ايه؟ يبقى اقوى لبيرمنت سكور، ان الجروس فاكتورز بتدي بتطلع بتدي اوردرز ان انا ارى ان يترسب اكسترا سيراماتكس بروتين، البروتين ده اللي بيربط الايه الكولاجين ببعضه بيه عشان يقويه، يبقى اكسترا سيراماتكس بروتين ماشي، بيحول الايه اللي احنا قلنا الكولاجين تايب 3 ده بيتحول لتايب 1، وتايب 1 انا عايزه اكتر تايب 1 عشان يبقى مور ايه مور ترانس، يبقى مور كولاجين تايب 1 ديبوزيشن، ووجود الكابيلاري بيضعف النسيج، فانا هحاول اشيل كمان الكابيلاري، خلاص الكابيلاري كان وظيفتها ان هي تجيب الخلايا وتنقسم، والخلايا اللي بتنقسم طبعا لما يبقى عددها كتير معناه ان هي محتاجه غذاء كتير، فانا لا انا دلوقتي جبت الخلايا وخلاص ووقفت الانقسام، بس مهمتها انها ترسب كولاجين ماشي، وان انا ارسب ماده الايه الاكسسوار ماتريكس، فالغذاء هيكون محتاجه قليل، فالكابيلاري مش محتاجها كتير، فبشيل الكابيلاريز زياده، كابيلاري موفينج باي ماكروفيج ماشي. يبقى الماتوريشن بيحصل نتيجه لثلاث حاجات، ارسب اكسترا سيرام ماتريكس، ارسب مور كولاجين، واشيل الكابيلاري زياده ماشي، اشيل الكابيلاري بيخليه في ماكروفيج لان فاجوستيك سيلز. طيب الحاجات اللي بقى الزيادات اشيلها ازاي؟ اشيلها بتشر موفينج، الكولاجين اللي بيترسب زياده، الاكسترا سيرام ماتريكس اللي بترسب زياده بيحصل لها ديجنريشن يعني اشيل degradations of a degradations of excess collagen and other extracellular protein بانزيم اسمه matrix metalloproteinase. matrix metalloproteinase ده انزيم بيشيل الزيادات. طب هل هيستمر؟ لا، لازم اوقفه بايه؟ بانزيم معاكس ليه اسمه tissue inhibitors of matrix metalloproteinase. طيب في الاخر هيكون لي عندي سكار، السكار دي تعريفها ايه؟ افاسكولار. افاسكولار يعني ما فيهاش اوعيه دمويه، يعني ما فيهاش نقطه ضعف ماشي، لان البلاد فيزلز بيبقى ويك ماشي، بيضعف النسيج، فيبقى افاسكولار. فيرم وايت ليه؟ لان ما فيهاش اوعيه دمويه. سكار تشو يبقى ايه؟ فورميشن اوف ان افاسكولار فيرم وايت ايه سكار تشو، ده تعريف السكار. في الاخر اخر خطوه يا جماعه، انا عايزه اقوي الايه السكار دي، لان مش معقوله خشبه تساوي الطوب والاسمنت اللي كان موجودين، يبقى انا عايزه اقويها. اقويها ازاي؟ احول خليه الفايبر بلاست اللي موجوده في السكار دي لترانسفورم، تتحور لماي فايبر بلاست. ماي فايبر بلاست معناه ايه؟ ان هي تاخد خاصيه الكونتراكشن. الكونتراكشن يعني تنقبض على نفسها وتصغر، مينيمايزنج السكار سايز، يصغر حجم السكار. وكلنا لاحظنا الكلام ده لما نتجرح او يبقى في ووند في السكين، ابص الاقي ايه للسكار لو قستها في بدايه الجرح، غير لما بدات يحصل لها ايه؟ يحصل ان هي تلم ويحصل سكار، ابص الاقي بدات يحصل ايه؟ صغر في الحجم. ده نتيجه ان الفايبروبلاست اتحولت لايه؟ مايوفايبروبلاست ماشي؟ اوكي؟ طيب بزود تاني حاجه، بزود مور كولاجين ديبوزيشن عشان يقوي الايه الترينز اوف زون. يبقى اخر مرحله كونتراكشن ان هي تظهر حجم الون، تاني حاجه ترينزنج عن طريق ان انا ايه ازود الكولاجين ديبوزيشن. طيب لو احنا بصينا للصوره دي، ده جرانيشن تشوف بس ده السكور، مين الريسنت ومين الاولد، مين اللي لسه بدايه؟ طبعا كل ما كان الجرح لونه محمر كل ما كنا ميالين اكتر للجرانيشن تشو، كل ما كان مبيض ميالين اكتر للسكار، يبقى طبعا ده الريسنت وده الاولد، وده الريسنت اكيد وده الاولد، فهمنا؟ اولد سكار. طيب نمسك مثال للهيلينج باي فايبروزيس، في حاجه اسمها سكين ووند هيلينج. لو انا عملت جرح قطعي في السكين
هل الجرح القطعي ده او شلت جزء من السكن هيبقى هيلد فايبروزس ولا ريجنريشن؟ والله لو سكراتش اللي هو خربشه او خدش ده بيبقى هيلد بريجنريشن. لا ده انا شلت الابيديرمس والديرمس وعملت جرح قطعي فيها يبقى ووند ووند بسميه ووند، يبقى ده الهيلنج هيكون باي فايبروز. يبقى سكن ووند هيلنج فايبروز، ده برايمري ولا سكندري؟ مين اللي فايبروز؟ الاثنين فايبروز. عندي نوعين منهم والله، لو الجرح لم بشكل ظريف وجميل وسايب لي خط بس من السكار يبقى ده بسميه فيرست انفنشن او برايمري يونيون او برايمري ووند هيلنج، ده نفس المعنى. لو لا لم بشكل اجلي وسكار وشكلها ملفت في النظر و سايبه تشوهات بسميها سكندري انتنشن او سكندري يونيون او سكندري هيلينج. ماشي. طب فيرست انتنشن ليه امتى اعرف ان الجرح هيلم بشكل كويس وامتى بشكل اكبر؟ اول حاجه نوع الووند، ان الووند بيبقى سمول في الفيرست انتنشن، الووند بيبقى سمول وايزلي كلوزد ايدج. يعني ايه ايدج؟ يعني انا الحافه بتاعه الووند من هنا ومن هنا، يعني دي بسميها ايدج، ده الايدج وده الايدج. ماشي. الحافه دول كلوز قريبين من بعض زي اللي هنا مثلا. ماشي. انا قربتهم بالسيوتشرز عشان كده احنا بنخيط. انت كل ما قربتها لبعضها كل ما كان السبب ثابت اثر سكار ايه مش واضح. ماشي. طيب بنبدا بايه؟ بنبدا بحاجه اسمها ابيثيليال ريجنريشن وبعد كده فايبروز. ازاي؟ يعني انا مثلا اهو الجزء اللي فوق ده هيبقى ابيثيليال ريجنريشن، انا قربت ادي ببدا ببني جسر الاول بين الابيثيليال سيلز وبعض ويتبني ده، وبعد كده ابدا تحت الفايبروز. ماشي. يعني الجزء اللي فوق ده هيبقى هيلينج ريجنريشن وفايبروز. طب يا دكتوره يبقى نقول الهيلينج ريجنريشن؟ لا، الهيلينج باي فايبروز وانس ان وجد فايبروس تيشو يبقى ده فايبروز. ماشي. يبقى بريدوميننت هنا ان انا عندي ببدا الاول او في بدايه مرحله الريبير في الووند هيلينج ببدا ابني جسر الايه الابيديرمس، وبعد كده هو تحت ببني الفايبروز. يبقى الابيديرمال ريجنريشن بريدوميننت عن الاوفر فايبروز. تاني حاجه كميه الجرانيشن تيشو اللي هحطها قليله، كميه الفايبروز قليله، الهيلينج بيبقى اسرع لان الحفره، شايفين الحفره هنا صغيره، الحفره صغيره اهي، الحفره اللي انا عملتها وقربت 2 اتش والووند سمول، يبقى ده هنا ايه الجاب والنظيفه، يبقى كلين كلين سمول ووند وذ الايدج كلوز. ماشي. والجاب اللي هي الجاب المسافه، المنطقه دي اسمها جاب، المسافه الجاب صغيره، يبقى اقدر املاها بجرانيشن تشو قليل وفايبرس تشو قليل في وقت قصير، وكميه الانفكشن اوردر يحصل انفكشن فيها ايه قليل. بشوفه في البيبر كات، لو انت جايب كتاب جديده بتقلبه ممكن يعور صباعك، ده بسميه بيبر كات. ماشي. بشوفها في السيرجيكال انسيشن اللي هي الجروح القطعيه بسبب الايه العمليات الجراحيه. ماشي. طيب السكندري بقى، لا الوند هنا كبير والجاب كبيره وكميه التشو لوس كتيره والنكروتك تشو يعني نسيج الدامج تشو قليله، وعرضه ان يحصل فيه انفكشن، عرضه ان يحصل فيه انفكشن. لو احنا شبهنا الجرح اللي فوق والجرح ده بحفر، هنا الحفره صغيره، هنا الحفرة السبيس بتاعها او الجاب بتاعها ايه صغير، هنا لا شايفين الحفرة دي، لا الحفرة دي كبيرة لارج، واللي هو الجاب التو ايدج بعاد عن بعض. ماشي. وايد ايدج، وتاني حاجة الجاب ايه وايد. ماشي. تاني حاجة ان هو ممكن المنطقة دي ممكن ابقى عرض اكتر في الحفرة الصغيرة تبقى مليانة زبالة اكتر ولا الكبيرة؟ لا طبعا الكبيرة. ماشي. زبالة معناها ان انا عندي ايه؟ معناها ان انا عندي انفكشن. طيب هنا بملى بقى ايه؟ هل اقدر املى اعمل جسر زي ما عملت هنا؟ اعمل جسر كده وابني بيثيليا وبعد كده تحت يتبني الفايبرس تيشو؟ قال لك لا، ما هو انا الحفره طويله كبيره، فعشان اعمل الجسر ده هياخد مني ايه؟ بالظبط هياخد مني وقت، فكل شويه كل ما اجي ابني الجسر ما فيش حاجه تحتيه تسنده فهتقع الخلايا، فانا ببني ايه؟ ببني ارضيه الاول الفايبرس تيشو وبعد كده اعمل بيثيليا. فالفايبرس تيشو هو البريدوميننت عن الفايبروس تيشو، هو البريدوميننت عن ايه؟ الفايبروس تيشو بريدوميننت اوفر ذا انفيريور ريجنريشن. طيب لارج، كميه الحفره دي كبيره، يبقى هردمها بكميه جنريشن تيشو كتير وفايبروس تيشو كتير، وان الهيلينج ياخد وقت سلور، يعني الهيلينج سلور، وفي نفس الوقت السكار عرضه ان يحصل فيه انفكشن. بشوفها في الانفكشن، يعني انفكشن جزء من النسيج مات. بشوفها في البيرن زي الصوره دي، حروق والالسرز القرحات. بشوفها لو انا عملت فرقت ايه، فرقت السنه من مكانها، فبسميها اكستراكشن سوكت، بسيب السوكت ده الفراغ اللي ثابته الجدر بتاع السنه ده بسميه سوكت.
فبنتيجة فبسميه اكستراكشن سوكت مكان ايه، ده بيبقى هيلد سكندري انتنشن. عرفنا ايه مواصفات ان الجرح بيبقى هيلد فيرست، وايه مواصفات الجرح بيبقى هيلد سكندري. طيب تعالوا نشوف الفيرست انتنشن. بيبدا في اول 24 ساعه في اول يوم بيبقى الحفره دي تملي بكلوت، بلوت كلوت، وتيجي النيوتروفيلز عشان تشيل الايه الدامج تيشو ماشي، ويبدا الابيثيليال اللي هو الجزء الابيديرمس يبدا في الريجنريشن ماشي. من 3 ل 7 يعني في خلال اسبوع نستبدل النيوتروفيلز بماكروفيج، ويبدا نملا المنطقه بايه بجرانيليشن تيشو ويترسب كولاجين. والابيثيليال مش احنا بنقول بداناها في اول يوم، هيبدا يزيد عدد اللاير بتاعته ماشي، يبقى ابيثيليال انكريز في التكس ماشي. طيب في خلال اسابيع بقى، بعد كده اسابيع يعني احنا قلنا في خلال يوم، في خلال اسبوع، في خلال اسابيع بقى ان الجرانيليشن تيشو ده يختفي ويجي مكانه فايبرس تيشو، وكمية الكولاجين اعمل لها ريموديلنج يعني اخليها على قد اللي انا محتاجه بالظبط، وان الابيديرمس وصل للفول ثيكنس. طيب تمام زي الفل. لا قال لك ان الابيديرمس فقط خاصيه كان فيها قبل كده. ايه الخاصيه؟ ان فيها سويت جلاند وسبيشوس جلاند وهير فوليكل، يعني فيها غدد دهنيه وغدد العرق وغدد وبالطبيعي والشعر. لكن السكار بقى يقول لك لا، وانس ان حصل عندي دامج للابيديرمس فالهيلنج هيكون بايه؟ بابيديرمس فول ثيكنس بس وزاود ايه؟ وزاود ديرمال ابنجيجيس. يعني ايه ابنجيجيس؟ يعني ما عنديش هير فوليكل، ما عنديش سبيشوس جلاند، ما عنديش سويت جلاند، كل دول مش موجودين في الايه؟ في الابيديرمس، فقدتهم بسبب الانجري ماشي؟ وفي الاخر اتكون عندي سكار. طب تعالوا نشوف الهيل الميكانيزم بتاع الهيلنج في السكندري انتجن، هو البرايمري بس هياخد وقت طويل. هياخد وقت طويل. تاني حاجه مور انفلاميشن، لان في انفكشن عرضه اكتر انه يحصل انفكشن، فعشان اشيل الدامج تيشو اللي حصل ده كله محتاج عن وقت طويل، ومحتاج انفلاميشن وقت طويل في الانفلاميشن لما في نباتي بروسس. تاني حاجه عشان ارتمها، ارتمها بكميه كبيره من الجرانيشن تيشو ومن السكار. طب على اساسه ان بما ان عندي كميه سكار كبيره يبقى وونت كومبريكشن، الكومبريكشنز عندي بقت ايه؟ بيبقى اعلى من الفيرست انتنشن. طيب تعالوا نشوف مين البرايمري. ده برايمري وده سكند، ده كبير وونت كبير صحيح بس كلوزد انش، قريبين من بعض، فاكيد الجاب صغيره فالهيلنج هيكون بايه؟ ايوه بالبرايمري انتنشن. هنا بقى لا، ده شايفين كان في ناس سوتشر وفرقعت، فاكيد الجاب ايه؟ وسع، فيبقى الهيلنج هنا ايه؟ سكندري انتنشن ماشي. طب ايه هنا مقارنه بين برايمري والسكندري؟ هنا سمول سايز سمول جاب وكلين، هنا لو ان كلين لان هو احنا قلنا الحفره كبيره اكتر بيبقى فيها زباله اكتر ماشي. لارج سايز لارج جاب فعرضه اكتر بيحصل فيه انفكشن، هنا التيشو لوس اكتر في السكندري، الشانس اوف انفكشن عرضه انه يحصل انفكشن اكتر في السكندري، الهيلينج بيبقى فاست في البرايمر عن السكندري، المارجن بيبقى كلين مارجن في الايه؟ السيرجيكال مارجن في البرايمري، لكن الريجولار في السكندري، حدود اللي هي الايدج بتاعت الايه؟ الوند. الكميه الهيلينج بيبقى كميه سكانت يعني قليله، سكانت جرانيشن تيشو، كميه جرانيشن تيشو في البرايمر قليله عن الايه؟ عن السكندري. السكارنج اقل في البرايمر عن السكندري، في الاخر بيبقى يديني لينير سكار، خط من السكار هنا كونتراكتد الريجولار سكار هنشوفها بعد شويه، بتبدي شكل اقلي، الكومبليكيشن اكتر مع السكندري عن البرايمر. شايفين لو احنا رجعنا للصوره اللي فاتت دي، ده ايه؟ لينير سكار، ده بسميه لينير سكار خط، ده برايمري برايمري ماشي، وده لينير برضه رغم ان هو كبير برايمري. لما يدي اقلي بقى شكل اقلي اللي احنا هنشوفها كومبليكيشن ايه؟ دي اقلي، ده اقلي سكار، ده الريجولر، ده مش خط، ده على طول، ده وضحت يعني العين تشوفها من على بعد ماشي، ده اقلي سكار. طب تعالوا نشوف ايه الكومبليكيشن بتاع الوند هيلينج. اول حاجه اهم حاجه اي جراح او اي دكتور اي جرح يخاف من تاخير الهيلينج، يخاف من تاخير الهيلينج ماشي. كوزموتيك ديفورميتي، يعني ايه كوزموتيك ديفورميتي؟ تشوهات، لوس اوف فانكشن، ان لو كان الجرح على جوينت يعمل كونتراكشن اوف سكار في اراوند جوينت، فالجوينت يعني من ليميتيشن للموفمنت ماشي، يخلي الحركه ايه فيها حدود ماشي. كيلويد، ايه الكيلويد ده؟ ايوه انا عامل سكار بزياده، يبقى اكسس سكار تيشو ديو تو اوفر دان ريبير،
covered by stretched epidermis، الابيديرمس اللي عليه بيشد عليه. طب دي معناه ايه؟ معناه انا لصق في ايه؟ ميكانيزم في ايه؟ ايوه تشر ريموتنج، انا كده فقدت التشر ريموتنج في الكيلويد، يعني شخص عنده التشر ريموتنج مش شغال كويس. بيكونوا سكار بس زياده عن اللي المفروض يبقى موجود. كرونيك السر ساينس فيستولا دي عارفينها من الانفلاميشن، او بعض خلايا الابيديرمس تنزل تحت في الدرمس وتعمل حاجه اسمها ايبيديرمويد سيست. ايه الايبيديرمويد سيست؟ امبلانتيشن يعني زرع من الابيثيريال سيلز جوه فوكال في الدرمس، فتعمل لي زي كوره كده تحت في الدرمس فبسميها ايبيديرمويد سيست. ماشي؟ طيب رير ان يحصل ان الجرح ما يلمش، كل شويه يحصل له انفكشن، كل شويه يحصل له اريتيشن ويقلب معايا بكانسر، بسميها مارجلين السر، بسميها مارجلين السر. ماشي؟ طيب ايه اسبابه ده؟ احنا قلنا ده اهم سبب ويخوف اي دكتور. ايه اسباب الفاكتور ديليت الوند هيلينج؟ او نمبر 1 انفكشن، نمبر 1 مهم انفكشن. يعني لو الجرح ده جاله ميكروب يبقى هبدا من اول عمليه الانفلاميشن وهيطول معايا وبعد كده يحصل هيبريبيا. ماشي؟ طيب انفكشن از سنجل موست امبورتنت كوز اوف ديليت هيلينج، از برولونج ذا انفلاماتوري فيز اوف ذا بروسيس انكريزنج الايه؟ of the process increasing the local tissue في ايه؟ injury. طيب poor nutrition، النيتريشن انا محتاجاه، محتاجاه في محتاجه حتى فيتامين سي عشان ايه؟ ارسب كولاجين. الجلوكوكورتيكويد بيعمل انهبيشن للانفلاميشن فيأخر عمليه الانفلاميشن وكمان بيقلل عمليه كميه الفايبرس تيشو وقوه الايه؟ الوند. وند سترينث اند ليس فايبرز. الجلوكوكورتيكويد من الحاجات اللي هي بتاخر الانفلاميشن وبتاخر كمان الريفيو. بور بلاد سبلاي، طب انا محتاجه البلاد سبلاي في ايه؟ احنا قلنا عشان نعمل عمليه الانفلاميشن او نشيل اي دامج تيشو عشان اقدر ابني على نظافه. بشوفها فين؟ في الناس اللي عندهم دايابيتس والناس اللي عندهم اثيروسكلروز تصلب شرايين، كميه الدم اللي رايحه للنسيج قليله. طيب تاني حاجه، الناس اللي عندهم دايابيتس عرضه اكتر ان يصابوا ايه؟ بانفكشن، فياخروا الايه؟ فيطولوا عمليه الانفلاميشن فياخروا الريبير. فورين بادي، الفورين بادي وجو يعني في الحفره دي فيها زباله، زباله نشيل الزباله الاول. طب الزباله دي من ضمنهم حاجه سوليد مش قادره اشيلها. ماشي؟ طيب بشيلها يعني مش قادر اخليها تمكن فيش تبلعها، كبيره حجم كبير، ده بسميه فورين بادي. الفورين بادي ده بيحصل ايه؟ بيحصل ان هو ان الوند هيلينج هيأخره تمام لانه هيحصل كل شويه انفكشن عليه. الكرونيك انفلاميشن بياخد وقت وعلى اساسه بيبقى مور فايبروس تيشو ديبوزيشن. احنا قلنا كرونيك انفلاميشن ريبير ماشي معاه ايه؟ ريجنريشن لا فايبروس زي ما بشوف مع السيروز. ده اشكال من اشكال الكومبليكيشن، دي السرز، دي السر ودي انفكتد عشان فيه هنا بص، ودي السر، ده الكيلويد اللي هو السكار الزياده، ده الكيلويد ده اللي هو تيفورميتي وكوزموتيك تيفورميتي ولوس اوف فانكشن. هنا الكوزموتيك تيفورميتي وكمان لوس اوف فانكشن لان الست دي اكيد ما بتقدرش تتحرك راسها يمين وشمال زي البني ادم العادي. طب ده ايبيديرمويد سيست. طب يا دكتوره ما نقول عليه ابسس، صح نقول عليه ابسس، بس انا عندي في الصوره دي ما فيش ساينس اوف انفلاميشن. لو قلت على دي ابسس موافقه بالثلث، لكن ده ما فيش ساينس اوف انفلاميشن، ما فيش ريدنس، ما فيش هوتنس، ما فيش سويلنج، ما فيش بين، لكن هنا حصل انفلاميشن للابيديرمويد سيستم فممكن اقول عليه ابسس. بس بعد ما نشيله ونشوفه هنلاقيه ان هو ده شويه ابيثيليال سيلز موجودين تحت في الايه؟ في الدرمس، عباره عن سيست. ماشي؟ طيب الصوره دي مين البرايمري ومين السكندري؟ ايوه ده عباره عن ووند، جرح بدا يحصل له هيلنج على مراحل، وده ووند وبدا يحصل له هيلنج على مراحل. ده طبعا ايه؟ برايمري، سايب لينير سكار، هنا سايب اجلي سكار، يبقى ده سكندري. ماشي كده خلصنا يا شباب المحاضرات بتاعت الريبير، وان شاء الله هنبدا شابتر جديد اسمه سيل انجري.